الله في موطن يحب نصرته. فعندما تقوم بواجب النصرة أن تدفع خذلان الله الذي سيقع عليك إن لم تنتصر لإخوانك، لأن الله جعل معاملته لخلقه بما يتعامل الخلق مع عباده. إن رحمت الخلق رحمك الله، وإن ظلمت الخلق ظلمك الله. هذا معاملة بمثل ما تعامل الخلق. إن رحمت الخلق رحمك الله، وإن ظلمت الخلق ظلمك الله. هذا القبض الثاني، قبض العلم بموت العلماء، هو ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم بقوله: ولكن يقبض العلم بموت العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، والله هذا هو الواقع. الآن رؤوس جهال يتكلمون بأحكام الشريعة ووجهون الناس ويحاضرون ويخطبون، ولا عندهم من العلم شيء، إنما عندهم تهريج وتهييج، وقال فلان وقال فلان، شغلوا الناس بالقيل والقال. هذا من مصداق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، اتخذ الناس رؤوسه، ومع الأسف يسمون هم العلماء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. في حين أنك لو تسأله عن نازلة من النوازل أو حكم شرعي ما يستطيع يجاوبك جواب صحيح، لأنه يقول هذا ما هو العلم، العلم هو الثقافة وفقه الواقع، هو العلم. فحرموا العلم والعياذ بالله، نسأل الله العافية، حرموا العلم.